تعال لو تحب يا ماشي اكشف على البطايه يا باشا واتى معلش اكشف عليها واتى تاني حطها عشان انا مش فاضي. معلش الشرطه بس معرفش بيعملوا حاجات روتينيه يعني بيشجعوا السياحه وكده. المهم كنا بقول ايه فرجعوا للحلقه دي، هي حلقه مناسبه وجميله في اجابه عن الموضوع ده. احمد ايوه اهتم جدا مفيش حد يقول انت ليه بتظهر على الفضائيات تتهزق من المداخلات الهاتفيه، انت بتشوه صورتنا ومش عارف ايه، وبتظهرنا كاننا مرضى نفسيين او كان عندنا صرع رحمدين قلنا. مش عارف مين موافق مع الفكره دي، فكره ان الظهور بالشكل ده بيسبب بيظهرنا بشكل سيء. انا بعتقد ان هو شيء ايجابي جدا يعني، ومهما كان اللي بيحصل معاك انت في النهايه بتنجح في ان انت بتخترق وتكسر حاجز الصمت يعني. ما صارمش حاجة، دي حاجات شخصية يعني. دي حاجات شخصية. بس بطاقتك هنا يا حبيبي. معاكم بطاقة، انتوا خدتوها يا فندم. بطاقة خدتوها في ده الموبايل يا فندم. بس الموبايل؟ ايوه الموبايل. بس الموبايل يا باشا. طيب بتاخد موبايل ليه؟ مش فاهم. مش فاهم تاخد موبايل ليه؟ طلع عليه بس دي واحدة خدها. طيب بس بعد ايه؟